السلام عليكم طلابنا، وصلنا الفصل الثالث مراجعة وبالأشكال الرباعية. هسه عندنا تمارين 3-1 كلش مهمة، اللي هي ملخص الأشكال الرباعية وخواصها. عندنا السؤال الثاني اللي نريد نحله هسه، وأريدكم تركزوا لي عليه. في المعين ألف باء جيم دال، عندي هذا المعين اللي هو ألف باء جيم دال، ايش منطين بيه؟ شنو هي المعلوم البي؟ عندي قياس الزاوية ألف 48، ومطيني طول المستقيم باء جيم 5 سنتيمتر. جد ألف يريد من عندي باء جيم، يريد طول باء جيم. وينها باء جيم؟ خلنا نشوفها. باء جيم هو هذا الضلع، باء جيم عندي هذا الشكل، هو المعين. نتذكر خواص المعين، من أريد أطلع أضلاعه، خواص المعين تكون أضلاعه كلها متساوية. هسه حنحل السؤال الثاني من تمارين 3-1. أولا طول باء جيم، إيش قد طول باء جيم؟ هو مش مطيني، مطيني قياس الزاوية ومطيني طول جيم دال. مطيني جيم دال 5، بما أنه هو معين وجميع أضلاعه متساوية، إذا كل ضلع من أضلاع المعين هو 5 سنتيمتر، كل ضلع 5 سنتيمتر. إذا طول باء جيم ايش قد راح تطلع لي؟ 5 سنتيمتر. حسب شنو؟ شو تقول الخاصية؟ جميع أضلاعه متساوية. طبعا ذكر السبب كلش مهم. ثانيا قياس الزاوية جيم، قياس الزاوية جيم يريد أطلعها. وين الزاوية جيم؟ اللي هي مقابيل الزاوية ألف. هنا عندنا بخواص المعين شي يقول؟ يقول كل زاويتين متقابلتين راح تكون متساوية بالقياس. إذا ها كانت الزاوية 48، فجيم ايش قد راح تطلع لي قياس الزاوية جيم؟ 48 درجة. ليش؟ نذكر السبب، كل زاويتين متقابلتين متساويتان بالقياس، متساويتان بالقياس. هسه نجي نطلع المطلب الأخير اللي هو يقول جد قياس الزاوية، جد قياس الزاوية دال. وين الزاوية دال؟ اللي هي حتكون هاي الزاوية ألف، هاي الزاوية دال. قياس الزاوية دال، قياس الزاوية دال حنطلعها، الزاوية دال ايش قد حنطلعها؟ هسه حنشوف حسب قوانين او خواص المعين شو تقول. كل زاويتين متتاليتين قياسهما 180، اذا شلون حطلع الدال؟ حنشوف انه هي متتاليه. متتاليه يعني شنو؟ يعني تكون وحده ورا الاخ، يعني هاي الزاويه وهاي تكون الزاويه اللي وراها متتاليه. اذا شو حقول؟ اطلع 180 درجه ناقص 48. نحن نقصها بشكل عمودي، 180 درجة ناقص 48. 10 ناقص 8 ما راح تصير، نحن الداين هذه حصير 7 وحصير 10. أنقص 10 ناقص 8 2، هنا حتنزل 3 والواحد ينزل، صارت عندي 132 درجة. 30 درجة. إذا طلعنا قياس الزاوية دال 132. شنو السبب؟ نذكر السبب، كل زاويتين متتاليتين قياسهما 180 درجة. وصلنا للسؤال الثالث مثل ما هو موجود. السؤال الثالث بالأشكال الرباعية تمارين 3-1. الأشكال السؤال الثالث رح نحل جيم، رح نحل جيم أني وياكم ونشوفه. السؤال الثالث فرع جيم لحنحله. حنشوف هسه هنا الرسم مالتنا، وش مطيني؟ مطيني شبه منحرف، مطيني شبه المنحرف. شبه المنحرف مطيني من عند زاوية 115 درجة. يقول لك جد هذه الزاوية المفقودة. السؤال الثالث فرع جيم، شوف شلون حنطلع الزاوية المفقودة بشبه المنحرف. الزاوية هذا شو اسمه الشكل؟ شبه منحرف.
هذا الشبه منحرف، بقوانين شبه المنحرف أو خواصه، شو يقول؟ كل زاويتين متتاليتين قياسهما 180. إذا شلون حطلع هذه الزاوية؟ راح أنقص 180، 180 درجة ناقص 115، ايش قد راح تطلع لي؟ أجي أنقصها بشكل عمودي، 180 ناقص 115، سويها بشكل عمودي عم تصير عليك سهلة وتعرف شلون راح تحلها. 180 درجة ناقص 115. صفر ناقص 5 ما يصير، هذه ايش قد راح تصير عندي؟ هاي حتصير 7، وهذه راح تصير عندي 10. 5 6 1 ناقص 1 0، طلعت عندي 65. اذا هاي الزاوية المجهولة راح تطلع عندي 65، طلعناها 65 درجة، طلعت عندي 65 درجة، 65 درجة. وصلنا للسؤال الرابع اللي هو كلش مهم تركزوا لي عليه. السؤال الرابع هي تمارين 3-1، حاول انه تحل تمارينها 1-1، لان كلها مهمة. صفحة 36 وصفحة 40 من الفصل الثالث. هسه حتلاحظ هنا السؤال الرابع، ايش مطيني؟ ألف باء جيم بشكل رباعي، شكل رباعي، وفيه مطيني قياس الزاوية ألف 100، ومطيني قياس الزاوية باء 110، ومطيني قياس الزاوية جيم 75. يقول لك جد الزاوية دال، جد الزاوية دال، عندي زاوية دال مجهولة. رح نجي هسا نحلها هنا، رح نحلها هنا وحنشوف. احنا ايش عندنا ملاحظة مهمة؟ يقول مجموع زوايا الشكل الرباعي 360، جميع الأشكال الرباعية اللي هي المربع، المستطيل، شبه المنحرف، معين، كلهن ذني ومتوازي الأضلاع، كلهن زواياهن الداخلية مجموعهن 360. 360. هسه نلاحظ هنا ايش مطيني؟ 3 زوايا، مطيني 3 زوايا، زاوية ألف 100، وزاوية باء 100، وزاوية جيم 100. يقول جد الزاوية دال. من حسب هذه الملاحظة أو هذه المعلومة اللي عندنا، شح أسوي؟ أقول أجمع قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية باء زائد قياس الزاوية جيم، إيش قد راح تصير عندي؟ إذا جمعتهن هنا راح نجمعهن، حقول 100 زائد 100 زائد 75، ايش قد راح تطلع لي؟ راح تطلع لي 285، راح تطلع لنا 285 درجة. هسه شو اسوي؟ انقص هسه هال 285، حنقصها من ال 360 من قانون مجموع زوايا الشكل الداخلي. احنا مو قلنا زواياه اربعتهم 360، هسه حقول 360 درجة ناقص 285 درجة، أنقصها عمودي بهالشكل، 360 درجة ناقص 285، نقصها وياي. صفر ناقص 5 ما يصير، لحن الداين هاي حصير 10، هاي حصير 5. 10 ناقص 5 5، 5 ناقص 8 هنا ما راح تصير، حصير عندي نداين من 3 حصير 2، وال5 حصير 15. 15 ناقص 8 جد راح تطلع عندي، حتطلع عندي 7، و2 ناقص 2 0، طلعت عندي الزاوية 75 درجة. إذا طلعت عندي قياس الزاوية دال صارت 75 درجة، 75 درجة، 75 درجة، طلعت عندي قياس الزاوية دال. إذا تريد تتأكد من حلك صح أو خطأ، إيش راح أسوي أنا أتأكد إنه حلي صح أو خطأ؟ أجمع الزوايا الأربعة اللي هي عندي، أجمع الزاوية ألف، وأجمع الزاوية باء، وأجمع الزاوية جيم، وأجمع
الزاوية دال اجمع ذني زوايا الاربع، اذا شفت طلعت 360 اذا حلي صحيح. وصلنا للسؤال اللي هو السادس، كلش مهم وانا منبهتكم عليه. السؤال السادس كلش مهم، يقول جد محيط متوازي الضلع طول ضلعين متجاورين فيه 20 سنتيمتر والضلع الثاني 15 سنتيمتر، ايش عندنا متوازي اضلاع؟ يقول جد محيط متوازي الاضلاع، احنا عندنا المحيط الاشكال الرباعيه ثلاث قوانين مهمه تحفظوا لي اياها، محيط متوازي الاضلاع ومحيط المعين وعندي محيط شبه المنحرف. هسه هنا رح نجي نحل هذا السؤال. السؤال رقم 6، هسه عندي السؤال السادس، ما دام هو يقول محيط متوازي الأضلاع فأكتب رأسا قانون محيط متوازي الأضلاع. شنو قانون محيط متوازي الأضلاع؟ مجموع ضلعين متجاورين، متجاورين محيط مجموع ضلعين متجاورين في 2، مجموع ضلعين متجاورين في 2. تلاحظ هنا القانون لازم ينحفظ، محيط متوازي الأضلاع هو مجموع ضلعين متجاورين في 2، مجموع يعني زائد ضلعين متجاورين يعني حيكون ضلع بصف ضلع. إذا نجي نرسم المتوازي الأضلاع مالتنا اللي منطيني اياه بالسؤال، هذا عندي متوازي الأضلاع، ايش منطيني؟ منطيني واحد من الأضلع، منطيني اياها، شوف السؤال ايش قايل لنا، واحد من الأضلع 20 سنتيمتر والثاني 15 سنتيمتر، 20 سنتيمتر رح نشوف هذا 20 سنتيمتر والاخ 15 سنتيمتر. شنو الضلعين؟ شنو المقصود ضلعين متجاورين؟ المقصود، ما هو المقصود بضلعين متجاورين؟ يعني حيكون عندي هذا الضلع مجاور لهذا الضلع، يعني تكون مجاور إله، مو يكون مقابلة، مجاور إله. هسه نجي نطبق القانون مالتنا، رح نطبق القانون، أفتح قوس، مجموع ضلعين يعني أجمع 20 سنتيمتر زائد 15 سنتيمتر، بعدين رح أكمل القانون أنزل فيه 2 في 2، أجي أقول 20 زائد 15 0 زائد 5 5، 2 زائد 1 3 35، أكمل القانون. هسه جمعنا الضلعين بعدين أكمل القانون في 2، أكمل القانون في 2، 2 في 5 10 1 باليد، 2 في 3 6 1 7 70 سنتيمتر، محيط متوازي الأضلاع، محيط متوازي الأضلاع، طلعت المحيط 70 سنتيمتر. وصلنا للسؤال السابع الأخير من صفحة 36 تمارين 3-1 اللي هو شح يقول السؤال السابع، قلت عليه مهم تركزون عليه مهم. السؤال السابع، معين محيطه 100 سنتيمتر جد طول ضلعه، انت رأسا من نشوف كلمة محيط، محيط رأسا حتكتب قانون محيط المعين، اكتب محيط المعين، شو يساوي لمحيط المعين؟ طول الضلع في 4. هسه اجي هنا، شو هي المعطيات اللي منطيني اياها؟ منطيني محيط المعين رأسا جوا محيط المعين، اكتب المعطى اعوضه 100 سنتيمتر، شايد من عندي جد طول ضلع، يعني طول الضلع مجهول، فأخلي سين مجهول وأكمل القانون في 4 تنزل. هسه أريد هنا أطلع طول الضلع اللي هو المجهول، شو أسوي له؟ أشيله وأخليه برا، أخليه برا، وحدخل المية جوا، حصير 100 سنتيمتر، وأحول القسمة الضرب العفو إلى قسمة، حصير عندي 100 تقسيم 4، 100 تقسيم 4، 100 تقسيم 4 جد هتطلع لي
25. إذا طلعت الضلع المجهول اللي هو سين طلع لي 25. 100 تقسيم 4 25 سنتيمتر. هنا طول الضلع، طول الضلع. خلصت التمارين 3-1، حاولوا تركزون عليها لأن يعني أسئلة كلش مهمة، وحاول إن تركز وتعيد وتحل بيها.